من هو القرصان الاقتصادي جون بيركنز؟ في 28 من يناير من عام 1945 ولد جين بيركنز في مدينة هانوفر بنيو هامشير في الولايات المتحدة الأمريكية. درس الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة بوسطن. في عام 1968 عمل في وكالة الأمن القومي الأمريكية كقرصان اقتصادي، الوظيفة التي تهدف إلى السيطرة على اقتصاد الدول، وعمل تحت غطاء شركة مين الأمريكية. مين هي إحدى الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الهندسة وإنتاج الكهرباء. عمل مع الاستخبارات الأمريكية كقرصان اقتصادي للسيطرة على الدول، والتي كان منها مصر والإكوادور وبنما وإيران وكولومبيا والعراق والسعودية. في عام 2004 بعد أحداث 11 من سبتمبر من عام 2001 قرر تأليف كتاب يحمل اسم الاغتيالات الاقتصادية للأمم، اعترافات قرصان اقتصادية. الكتاب الذي ترجم إلى 30 لغة وحقق أكبر مبيعات في العالم وقتها، وفضح فيه الدور القذر الذي لعبه مع الإدارة الأمريكية في تدمير ومحاصرة اقتصاد الدول، وقال فيه إن الاغتيال الاقتصادي للأمم أضحى عملا روتينيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وذكر أسماء القادة الذين كانوا من ضحاياه والبلدان التي أثار فيها عواصف اقتصادية عاتية. Men really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt, and such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. That they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you lost a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq. Or so typical of the way the IMF and the World Bank work. They put a country in debt, and it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off. قائد الاقتصاد في مصر، كنت هناك صحيح؟ نعم كنت هناك. الأمر الذي أذهلني آنذاك هو اعتقاد المصريين بأن النظام الأمريكي على درجة عالية من الديمقراطية معهم، أما نحن فكنا معهم غير ديمقراطيين أبدا. وفي المقابل كنا في الولايات المتحدة نعتبر مصر تحت حكم السادات بلدا ديمقراطيا، وفي عهد مبارك لم نكف عن الكلام عنه بوصفه زعيما ديمقراطيا، الأمر الذي كان يخالف الواقع. تم الإسكندرية لدراسة شبكة المجاري الصرف التي شيدتها في حينه الشركة الأمريكية نفسها. في واقع الأمر لم تصب الأموال المخصصة لهذا المشروع في الاقتصاد المصري أبدا. وقع السادات عقدا كبيرا للحصول على قروض، أما نحن فقمنا بتصميم الشبكة كلها والمؤلفة من مجموعة كبيرة من القنوات الجارية تحت الأرض. جميع الأموال التي أنفقناها خصمت من ديون مصر وذهبت إلى جيوب الشركات الأمريكية. كان الشبكة المجاري داعمة لمرافق الإسكندرية، كما أن تشييدها مكن أنور السادات من أن يقول لشعبه إنه يسعى إلى تطوير منظومة مياه الشرب وشبكة المجاري، وبذلك يحسن الأحوال الصحية لسكان المدينة. وكان ذلك حقيقة إلى حد ما، لكن إذا تحدثنا بصراحة لقلنا إن الأحياء الفقيرة لم تستفد من هذا المشروع، لأن الشبكة خصصت أساسا لخدمة الأحياء الثرية والتجارية. يستهدف أيضا أن تلعب مصر دور الوسيط بين أمريكا
والعالم العربي والإسلامي لكي يغير العرب موقفهم من إسرائيل. وكما نعرف فقد أصبحت مصر بمثابة جسر لعملية السلام بل ومفتاحا لهذه العملية، الأمر الذي أفضى إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة. أصبحت مصر أكبر زبون للمساعدات الأمريكية التي اقترنت بمجموعة كاملة من الشروط، من بينها ما جعل الولايات المتحدة المصدرة الرئيسية للأسلحة إلى مصر، كما فازت بحصة الأسد في مشروعات البنية التحتية. وهكذا اعتقد المصريون أنهم يتلقون منا مبالغ كبيرة، لكن القسم الأعظم من هذه الأموال كان يخصم من الديون المصرية لحساب الشركات الأمريكية، وهذا ما أدى بدوره إلى زيادة الديون المصرية.